يمكن يبان الطريق طويل أو نتصور إن الطريق مقفول، لكن بالصبر والإصرار وخطوة جادة نقدر نقصر الطريق ونفتح الأبواب. مصر قدرت تنهي معاناة استمرت سنين بتطبيق نظام تضامن اجتماعي جديد ذكي وفعال بيضمن توفير المواد الغذائية للمستفيدين بشكل مستمر. مصر قدرت ترفع عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم النقدي إلى 3,600,000 أسرة، ورفعت عدد المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي إلى 9,500,000 مواطن، ونجحت في ضم 5% من أصحاب القدرات الخاصة للقوى العاملة في كافة المجالات. واشتغلنا بكل جهدنا ليل مع نهار عشان نقدر ننفذ المبادرة الإنسانية لرئيس الجمهورية حياة كريمة خلال العام الحالي، اللي بدأت بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتأمين الاحتياجات الضرورية وأساسيات الحياة الكريمة في القرى الفقيرة في ربوع مصر، وقدرت تحقق في شهور نتائج مبهرة. 13,700,000,000 جنيه تم صرفهم ل 2,200,000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018 ولسه مستمرين. وفي إطار حملة مكافحة الإدمان قدمنا الخدمات العلاجية في خلال شهور ل 116,000 مريض إدمان، ووفرنا لهم الآلاف من فرص العمل علشان تساعد على إعادة دمجهم في المجتمع ويكونوا قوة فاعلة وتقلل من فرص انتكاستهم مرة تانية. مفيش مستحيل، المهم نكمل بنفس العزم والإصرار في نفس الطريق. بلغ حجم الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 85,500,000,000 جنيه. مصر، التحدي والإنجاز.